خليني ناخد السؤال الاخير وتقييمك للطرف الاخر والمواجهه الصعبه تبقى في العيد اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وكل سنه وحضرتك طيب. طبعا الاهلي مع الرجاء، الناس او الجماهير الاهلاويه لما لقت ان الاهلي هيلاعب الرجاء فقال لك بس احنا يعني في ثقه كبيره ان الاهلي سوف يتخطى نادي الرجاء المغربي. رايك لنادي الاهلي، واذا تخطى النادي الاهلي الرجاء شايف رؤيتك ليه ايه في مستقبل البطوله الافريقيه؟ يعني الاهلي طبعا نادي كبير، وبعدين الفتره اللي فاتت فعلا عامل مباراه على اعلى مستوى، بس نادي الرجاء برضو نادي كبير، نادي الرجاء المغربي نادي كبير. احنا لعبنا كمان نادي الرجاء في نهائي بطوله عربيه من سنين، لا فرقه تقيله وفرقه كويسه جدا، وطبعا تيم النادي الاهلي طبعا لا قادر ان هو يتخطى هذه المرحله، بس يعني المسؤوليه مهمه جدا. يعني خبال حدا انت لما تيجي تشوف على اداء النادي الاهلي، النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت لا عامل اداء ولا اروع، عامل انتصارات جيده جدا، ولكن بيبقى ساعات في ضرب في خلال الشوط الثاني فدي بتفرق شويه، لكن الفرقه اللي هي بتوصل كبطل لا لازم ال 90 دقيقه، واخد بال حضرتك، لازم تبقى على مسيره واحده في الاداء في التركيز. في النادي الاهلي قادر على دوت، وان شاء الله باذن الله، لان النادي الاهلي طبعا هو اللي موجود طبعا دلوقتي في افريقيا. انت طبعا حضرتك شفت طبعا دلوقتي ان حتى برضو نادي فيوتشر خرج، انت واخد بال حضرتك، فمهم جدا ان النادي الاهلي يمشي باذن الله. طبعا نتمنى له طبعا التوفيق، وان شاء الله نتمنى انه يحصل البطوله ديت، واخد بال حضرتك، لان كل ده يا كابتن احمد بيصب في المنتخب، فنتمنى ان شاء الله طبعا التوفيق في النادي الاهلي، لكن المباراه صعبه جدا، فطبعا النادي الاهلي جدير ان هو ان شاء الله ربنا يوفقه ويرجع باذن الله كسبان.